العطاء ليس منك، إنما العطاء هو من الله، وأنت مجرد موصل مال الله إلى أولاد الله. يستمر فيروس كورونا في حصد الضحايا على مستوى العالم. الكثير منا تضايق بسبب وجوده على الفراش داخل المنزل في أشهر الموجة الأولى لجائحة كورونا، سواء كان متعافياً أو مريضاً. ولكن ماذا عن من ليس له فراش؟ ومن هنا جاءت خدمة دعم الذين بلا فراش. اهتمت خدمة أتحبني بتوفير الأسرة والمفروشات للأصحاء والمرضى في المدن والقرى والعذب والنجوع. بادر أن تجيء قبل الشتاء. Thank you.
قوافل بطانية أتحبوني المجانية عايزة تبتدي التوزيع. بمشاركتكم ودعمكم وتبرعاتكم هنقدر نبتدي، والبطانية تبقى 2، والمية يبقوا 200، والألف يبقوا 2000. الرب يعوض كل من له تعب، وكل عام وأنتم بخير. يستمر فيروس كورونا في حصد الضحايا على مستوى العالم. أما بعد جائحة كورونا وصعوبة التواصل، كان لابد لتطبيق فكرة الشمول المالي والتعامل مع ماكينات الصراف الآلي. ونرحب بإخواتنا الحاضرين معنا أعضاء أتحبني الذين جاءوا خصيصا ليبدأوا معنا في الشمول المالي. هيجي حد من الناس اللي قاعدين يسألني أنت بتتكلم عن الشمول المالي وإحنا مش عارفين ده إيه. أنا طبعا مش أخوض في التفصيلات، لكن أقول لكم هو إدماج أو إدخال مجموعة من الفئات تكون مهمشة أو بعيدة عن وجودها في البنك أو لها ناحية مالية. أنا ببسط الكلام عشان تفهموني. أو دخلهم المادي بيكون محدود أو منخفض، فما يعرفش يتعامل مع الجهاز المصرفي بسهولة، لكن بندخله معاهم عشان يخش في وسط منظومة العمل الرقمية، يعني يخلي كل تعاملاته من خلال الطريقة الإلكترونية عن طريق كارت بيستلمه ويخليه معاه ويعرف الرقم بتاعه. الشمول المالي بيهتم بكل شرائح المجتمع، ويهتم بالشرائح اللي هي مش لاقية مالية رسمية تناسبها، مثل الفقراء أو محدودي الدخل، وخاصة المرأة أو المرأة المعيلة أو أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو المتناهية الصغر. يستمر فيروس كورونا في حصد الضحايا على مستوى العالم. قامت خدمة أتحبني بزيارة مجموعة من دور الحضانة في محافظة الوجه القبلي والوجه البحري، وقامت بتوزيع الحلوى والملابس والأحذية والأدوات الكتابية على الأطفال. Thank you.
يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا. KOK e.V. Atto Hoboni, Postfach 1242, D55502, Bad Kreuznach, Germany. Ihre Spende für die KOK e.V. Konto IBAN DE42 4401 0046 0357 132464 BIC PBNKDEFF Kreditinstitut Postbank. Spende steuerlich absetzbar. Note: For donation from Germany and Europe, contribution is tax deductible. To donate to Atto Hoboni using Zelle Pay, you may use the email attohoboni@renesse.com. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم وأعطيهم طعامك.